حملتنا اللي هي حملة السيارات البي 12 هي حملة 12 سيارة ل 12 شهر بس ب 12 دينار فيك تفوز وتدخل على السحب على سيارة كيا ريو. طبعا هاي الحملة استمرت أول لشهرين، فوزنا أول سيارتين كانت بشهر 2/2 و3/3 وفعلا رجعنا كفينا الحملة وبلشنا بربح السيارة الثالثة زي اليوم اللي ربحت معانا بتسعة تسعة، وراح يكون السيارة الرابعة بعشرة عشرة، وهلما مجرى بهاي الطريقة راح نكون لبقية السيارات التانيين لنخلصهم، وراح تنتهي آخر سيارة بستة ستة 2021. اشترك بفعاليات إربد سيتي سنتر، كتير كانت حلوة وسألونا سؤال وجاوبت صح وربحت قسيمة شرائية فاوتشر من إربد سيتي سنتر. بصراحة حبيت أشارك وأنا ربحت فاوتشر اليوم من سيتي سنتر، فبحب أشكرهم على الأجواء الحلوة وخصوصا فترة الكورونا، يعني مخدين جميع الحراسات وشكرا على الجائزة الحلوة. اللي فاز معنا بالسيارة الثالثة المقدمة من إربد سيتي سنتر وهي سيارة كيا ريو سحر نمر شخشية. مبروك يا سحر. أنا سحر، شاركت بفعاليات سيتي سنتر وربحت سيارة، وشكرا لكم كتير كتير يعني.